بدنا نعمل هذا الفيديو إن شاء الله تلخيص لما قلت أنا. يعني بدي أطلب من الإخوة والأخوات إذا وجدوا ما قلت أو ما بينت عن فضل أو عظمة سورة البقرة وأقفالها الأربعة، القفل الأول أن تطرد الشيطان من البيت، ثم القفل الثاني أن تشلح هذه الأسحار وتبطل الأسحار التي بداخلك لربما بإسهال أو بتقيؤ أو بتعرق أو بتنمل أو وجود السحر نفسه، وتنتهي من هذه الأسحار فتصل إلى القفل الثالث الذي هو فيه يعني تشلح هذه السقطات والشغف وحب الدنيا والرقص والغناء والغيبة والنميمة، تبدأ تشلح كل هذه التي يعاقبك الله عليها، وترى أن حالك بدأ يتغير إلى القرب ومحبة الله والبغض ما يبغض الله وحب ما يحب الله. وثم القفل الرابع فهو صعب المنال، يعني صراحة صعب المنال لأنه يحتاج إلى طريق طويل، يعني الطريق طويل هو تحصيل حاصل يأتي بعد لربما بعد 500-600 قراءة لسورة البقرة، 700-800 ألف، نعم كلما أكثرت كلما اقتربت عن شان تصير يعني وكأنها عقلك المدبر تدبير تام يعني بإذن الله تعالى، ففكرك وذهنك غير اصطناعي، لا تصطنعه، لا تصطنع الرضا، لا تصطنع انك انت بتفهم وبتعلم. فكل هذا اذا انت وجدت، انا بدي اطلب من الاخوة والاخوات عشان نعرف اذا كني انا يعني هل شيء يخص ابو احمد، يعني ابو احمد الذي وجد هذا من سورة البقرة، وهذا لا يتعلق فيكم، لربما من باب ان الله يعطيني انا ولا يعطيكم هذا الشيء، أو شيء يتعلق في أني أنا قرأت سورة البقرة فالله أعطاني هذا الفضل، أم أنكم يعني ها كانت خارطة الطريق قد بينتها لكم. فإن كان هذا ما بينته لكم هو حقيقة نستند إليها، نخاطب الناس فيها ونبين للناس نعم اقرأ سورة البقرة من المصحف بصوت تسمعه مرة، يعني مرة واحدة داخل البيت كل يوم وباقي المرات حتى تبطل هذه الأسحار وتتخلص منها. فإن وجدت يا أخي من هذا الذي قاله عمك أبو أحمد، أنا لا شيخ ولا دكتور ولا شيء، أنا إنسان الحمد لله رب العالمين منعني الله، عاقبني، بدأت مسيرتي إلى الله، نعم عندما يمنعنا الله ولا يغلق كل باب علينا هو يفتح لنا باب أو نور نهتدي به إليه جل في علاه، فقادني هذا التعرف. ثم الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ثم يبعث لك الله دروس كهذه. نبدأ على بركة الله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي وحبتي في الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يعني أنا عشان الاستمرارية، يعني عشان أنا قبل كم من يوم قلت سأقايض الله، سبحان الله طافت كمان مرة، ثلاث مرات صارت طافية الله أعلم، بحطها بجيبي. كنا نقيم، كنا نزيل هذا، نزيله عشان ما يكبس، ما يعني يمحل الأرقام، إن شاء الله سأزيل كم واحد منهم، معلش عشان العدد، مش العدد مش الهدف، العدد إنك أنت تصل إلى سقف معين، فهذا السقف لا تتزحزح عنه، كالذي يصلي صلاة الفجر صلوا 20-30 سنة يصلي ثلاث صلاة الفجر لكنه يفرط باقي الصلوات، يعني مش يفرط بصليهنش، يعني ممكن يصليها في البيت، ممكن يصليها في الشغل، ممكن هكذا، لكن صلاة الفجر هو يعني لإن كسرها مرة واحدة فبتهون عليه بعدين. فأنا بدي من الإخوة والأخوات الذين كل مرة الجاهدي جديدي عهد عهد، أنا يا أخوتي بدي كلام حقيقي، شهادة أمام الله تشهدها إن سألك الله، يلا أنت كتبت عند أبو أحمد كلام كذا وكذا، أين هي الحقيقة؟ بدي حقيقة لأقفال سورة الأربعة، لربما اثنين أو ثلاثة عندك حتى الآن، نعم القفل الثالث قد تكسره في شهرين أو شهر ونص، ثلاثة أشهر ممكن تكسره، يعني الأول الثاني والثالث، نعم لكن الرابع بده شوط طويل، يعني خلص انا 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 اسمي سورة البقرة، مع سورة البقرة انا خلص، انا مجبول جبل معها. فبعد الذي يقرا، انا بين الذي يقرا سورة البقرة كل يوم مرة واحدة لن يجد ما اقول، انتهى الموضوع. ونزلت اليوم درس كتبت من 2011 انا اقرا سورة البقرة يوميا، لكني حياتي معطلة واسحار و كل هذا. فانا بقول ان عليك ان تقرا اربع مرات سورة البقرة عشان تبطل هذه الأسحار والتقويات، وما فيش عندك وسوسة وهلوسة،
وانت فاهم على الله، حتى لو ما فيش دخل انت فاهم على الله، انت فاهم وانت راضي وانت مبسوط انت مع الله حتى لو معكاش. مش اصطناعي، فيش تصنع، برجاء، مش اني انا متصنع اني انا راضي وانا غير راضي، لا انا راضي باذن الله تعالى، انا راضي. في شيء اكبر بيني وبين الله من اني اساله عن حطام الدنيا، لربما انت بتساله عن استجابه الدعاء ويستجيب الله لك. ليس كل ما يعرف يقال صراحه، يعني ليس لك كل ما يعرف يقال، عشان هيك انا بقول لكم هل لك سر بينك وبين الله. فالحمد لله رب العالمين، يعني هل وصلت إلى مرحلة هي أن يكون بينك وبين الله سر؟ يعني إذا سألت الله استجاب. هل ترى إنك تسمع أشياء ما كان لك أن ينبغي أن تسمعها، مش من باب الغيبة والنميمة، يأتيك الخبر وأنت لم تسأل عنه، ترى أشياء ما كان ينبغي لك أن تراها، حتى صرت سمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به ويدي التي تبطش بها، ولئن سألني لأعطينه الله إن سألته. فإخوتي الكرام، إذا وجدتم مما بينت لكم طريقة أخوكم أبو أحمد أو هي صح أو هي لا، إذا في عندك كلام توثق كلام أخوكم أبو أحمد فوثق يا أخي. وكذلك بالاستغفار، الذين بينت لهم إن الاستغفار يأتي في الأمطار، نعم فضل من الله، أول من تكلم عن الأمطار هو أنا. الناس ما كانت تعرف ان الله يمطر السماء في الاستغفار، هذه حقيقة انا ما سمعتها من قبل، ولكل الذين لربما كانوا يستغفروا ويمطر الله السماء ولا يدروا لماذا، لكني انا بينت ان اول عطاء الله هو المطر بالاستغفار، لان انا ب 2015 انا امطرت في 2015 وقضى الله دين عني اكثر من 80 ألف دولار، والحمد لله رب العالمين تغير حالي وبديت افهم مراد الله والحمد لله رب العالمين. لكن كانت في انتكاسه عندما اسات الادب الى الله حتى وصلت الى سوره البقره 2015، انتهى الموضوع، خلصنا ال 30 ألف استغفار، ثم وصلنا الى 28/9/2019، هنا أخذت سورة البقرة فبدأت فيها 4 مرات حتى تقيت هذه الأسحار وتغير الحال والحمد لله رب العالمين. فمن وجد مما قلت وبينت إن طريقة عمك أبو أحمد أن عليك أن تبين، تقول أنا قرأت سورة البقرة بالطريقة مثلا اللي قالها عمي أبو أحمد مثلا 4 مرات مدة كذا، 3 مرات مدة كذا، يوم مدة كذا، كيف قرأتها بينها عشان أنت تكون دافع. يا أخي لربما نتكلم كلام، هذا كلام يخصني وأنا أوجهك لكم ولا يأتي ثماره معكم، ملكي هذا كلام يخصني أنا مثلا، أو الاستغفار يخصني أنا، بلكي أنا يعني عندي مثلا الله معطيني طاقة إني، أو عندي فراغ أو عندي وقت إني أنا أتكلم هذا الموضوع. ففي ناس لربما يعني بدأت تقرأ وتقرأ التعليقات وكأنه قرأنا كثير أمطر الله السماء، يعني شو يعني ما يمطر السماء؟ فكل واحد إذا في عنده يبين لي، هذا باب يعني أراجع نفسي فيه، نعم أراجع نفسي فيه على إني هل أنا على طريق الحق. من رأى رؤية تخص أخوكم أبو أحمد وتخص القناة في حقي فليكتبها، جزاكم الله خير، يكتب، ممكن أنك تكتب لي على الخاص إذا كان أي شيء معقد يعني، ولكن ممكن أنه كمان تكتبها إذا يعني نحن نسير على الخير فأخبار السماء تخصنا وتهمنا. يعني في الرسول عليه السلام، الرسول عليه الصلاة أفضل الصلاة وأتم التسليم قال إذا تقارب الزمان تكاد رؤيا المؤمن لا تكذب، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزء من النبوة، أو ذهبت لم يبقى من النبوة إلى المبشرات، قالوا وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤية الصادقة يراها المؤمن أو ترى له، يعني أنت ممكن تراها في حقي. فبارك الله فيكم، فمن وجد من الاستغفار كيف بينت وترك مثلا شلح الذنوب وعرف إنها السقطات بسبب أنا، يعني كل إشي بينته إنك أنت تحت العقاب اتضح لك، تركت الذنوب تغير حالك، لزمت الاستغفار، طريقة استغفارك، طريقة لقراءة سورة البقرة، كم لك تقرأ سورة البقرة، كل هذا. هل وجدت خارطة الطريق مما بين لك أخوك أبو أحمد؟ هل وجدت مثلا رؤية تتكلم عن المطر ثم جاء المطر وبعد ذلك كان صار في يعني تحلحل في الماديات في الفلوس كما وعد الله في سورة نوح، فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا،
يرسل السماء عليكم مدرارا. عندما قالوا يعني احنا في فصل الشتاء كيف يعني المطر نعرفه مطر استغفار ولا مطر من عند الله، يعني مطر عادي بالفصل الشتاء؟ قلنا ربما ترى رؤى في هذا المطر تبين لك. ثم نعم رأوا الإخوة رؤى فيها مطر ثم جاء المطر، فالله يبين، وحتى الانشراح وحتى الرزق يأتي بعد ذلك. قلت استغفر ربكم إنه كان غفار، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كل من وجد شيء مما بينت له الطريقة التي بينتها، هذا من نسوي جرد حساب، هذه شهادة تشهدها أمام الله أنت. وهذا هذا الفيديو يعني يشجع الجدد، الإخوة الجدد الجديدي عهد معنا، عندما يقرأ تعليقك ماذا وجدت؟ برجاء إذا وجدت الشيء لأني أنا ذكرتك فاذكر اسمي، لأنه لازم تبين هذا الإشي، لأنه طريقتي بدي في ناس تتبع هنا وهناك وهناك. وأنا صراحة أريد أن أبين للإخوة، عندما تجاهد في الله، تجاهد في الله حق الجهاد، يعني تنكب على عبادك وتبحث على كل صغيرة وكبيرة يريدها الله، والله لن تضيع بين الأوراد، لن يضيعك الله. يعني يركب على رأسك كلام معين وتأخذ به حتى تطف ثماره. أما هذا التيه قالوا لي لازم تستحضر الذنوب ولازم تستحضر تجعل نية، أو لازم أنك أنت تكون هيك في تركيز، أو كل هذا الكلام، هذا كله كلام بالنسبة لي. أسمع فيديوهات كثيرة يعني خلص دائما في الترداد، هذا لا ينفع. كل واحد بيعلمكم عن الاستغفار لا يقول أنا عملت كذا كذا كذا، ارمي كلامه بعرض الحائط لو كان أكبر شيخ، حتى يقول أنا عملت. مفهوم؟ لما بقول لك أنا لزمت الاستغفار بالطريقة الفلانية 1 2 3 ثم يبين لك ماذا وجد. ثم اقرأ التعليقات عنده، إذا كان في إله متابعين من مدي ووجدوا سيكتبوا تعليقاتهم ويقولوا نعم وجدنا كما بينت لنا، أو يكون جديد عهد يوم يتكلم عن الاستغفار، يوم يتكلم عن الصلاة على رسول الله، يوم يتكلم على قيام الليل، كل يوم يتكلم عن شيء وهكذا يريد أن يتربح. والله بالاستغفار وبسورة البقرة هذه الأمة تنهض وتحيا، ويحيا تحيا القلوب والفهم والعلم وكل شيء يعود، ينبض قلب هذه الأمة في الإيمان في التقوى في القوة في ويمددكم بأموال وبنين. الأموال والبنين هي قوة. نعم وأمددناكم بأموال وبنين لبني إسرائيل، أمدهم الله بالمال والبنين فهم قوة، نعم قوة اقتصادية كبيرة جدا، هم يسيطرون على العالم سبحان الله. ما علينا، احنا يعني هذا بيسعدني انا للاستمرارية، لانه انا كمان بحب اكون على بيني من امري مع الله جل في علاه، وانتم شهداء الله على الارض، فبينوا ماذا وجدتم، هل كانت خارطة الطريق التي اعطاكم اياها اخوكم ابو احمد هي خارطة صحيحة بتبين غيرت حياتكم، قطفتم شيء، هل في اشياء عمال تخطفوها؟ هذا الظن اتركوه، اظن اني قطفت شيء، لا ما بدنا قطفت، بدنا تشهد شهادي امام الله، هل وجدت ما يقول أبو أحمد ولا لا؟ بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، عشان لا نطيل فاجعلوها شهادة أمام الله. كل مدة مدة نعمل جرد حساب، ماذا وجد المتابعين عندي مما بينت لهم. نعم وهكذا أنا أقرأ تعليقاتكم وأبني دروسي على حسب تعليقاتكم، ونجيب وهكذا نظلنا في استمرارية. لا تنسوا أن هناك ناس أو إخوة جدد يعني كل يوم الحمد لله رب العالمين، لربما بالشهر 6 7 8 آلاف شخص يفوت يدخل علينا على الهاي، فهي ناس نعم إن أحييت شخص تحيي أمة، نعم إن أحييت شخص واحد في 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 محيطه سيحيي هذا المحيط كله، فهذا جميل انه يعرف عندما يخلص من الهم والكدر والنكد الذي عاشه ويبين لمن حوله اخوته جيرانه اصحابه اصدقائه، فهكذا نعود. نعم فتحوا بلاد الصين في اخلاق، عندما تعرف كيف تتعامل مع الله والله غير حالك فانت تبين لغيرك، وهذا هو الجميل. اعتذر، فان شاء الله دائما مع الاستغفار وسورة البقرة، ونبين نبلغ آية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير حالنا، فنبين لكم كيف يتغير حالكم، وكل شيء يعني هي خطوات، أنا بينت من خطوة لخطوة أقفال سورة البقرة الأربعة. فإن وجدت ما قلت، و30 ألف استغفار، من وجدت ما قلت فبين واكتب
حتى طول التسجيل يعني الكلام تبعك، اشرح وفصل للآخرين من باب الدعوة إلى الله، لا تأمرن بالمعروف، أنت تأمر بالمعروف. إن أخذ هذا كلامك شخص قرأه ويعني ركب على رأسه إنك أنت صح وأنت طبقت صح وقطفت مار صح، فهو سيأخذ هذا الكلام كلامك مع كلام الآخر محمل الجد ويطبقه، وكل الذي يعمله حتى يلقى الله وكل الذين يعلمهم مما أنت قرأ منك سيكون في ميزان حسناتك، لا ينقص من أجره شيء. والله يوزع أجور عظيمة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. يعني كل واحد يكتب تعليقه، وافي الشرح، أنا كنت كذا، أنا عملت كذا، أنا وصلت كذا، استمريت، تركت، قرأت داخل البيت، خارج البيت، كل هذا بينه. نعم، إذا تقيأت أصحار، إذا وصلت لأصحار، إذا تغير حالك مع زوجك، كدت أن يعني هكذا، كل شيء. هذه التفاصيل مملة مهمة جدا. نعم، اجعلها ربع ساعة تكتب تقرير عن ما وجدت من قراءتك لسورة البقرة من باب أنت عمال تبلغ آية على صفحتي، بلغ عني ولو آية، فأنت تبلغ الاستغفار إذا وجدت الاستغفار، حتى وإنك بتقول إني تبع الطريق أخونا أبو أحمد، حتى وهي بلغ عني ولا آية، أنت تبلغ آية، فبصير عندك أنت حقيقة لأمر معين، حقيقة للاستغفار، حقيقة لأربع مرات، لربما ثلاث مرات، لربما هناك إخوة قطفوا استغفار 13,000 أو 10,000 وقطفوا ثمار التي قلتها، لكن أنا الله أرادني أن أستغفر 30,000 ستة أشهر كاملة مثلا. فإن وجدت يعني لربما أخ آخر يحمل هذا الأمر محمل الجد ويجتهد. يعني في أسئلة بنسأل، يعني مثلا اليوم إن سألت سؤال يعني لأخت تسأل يعني هل أتم قراءة سورة البقرة أربع مرات في وقت العذر الشرعي من الموبايل، يعني وهل لقوا نفس التأثير؟ وأنا شو بعرفني يعني نفس التأثير ولا ليس نفس التأثير. نعم نقرأ من الموبايل لكن له نفس التأثير، أنت بدك تبيني، أنت الأخت التي تبين نعم كان له نفس التأثير علي، مفهوم؟ يعني الشيء في أشياء، أنا مثلا أنت عشت 13,000 استغفار، أنا ما عشت 13,000 استغفار، أنا عشت 30,000. فإن وجدت مثلا 13,000 استغفار غيروا حالتك، اكتب 13,000. نعم نخفف إذا في تخفيف. ثم لو مثلا واحد وجد من سورة البقرة حقيقة مش كلام فارغ، وجد ما وجد مما أبين أنا في مرتين، طيب ما جميل أجمل، كله بينه. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.